استعدادات الموندياليتو فريق نادي نهضة جنان الباشا، وهو حدث كروي مهم. نشكر الإخوان أعضاء أو مجلس أمناء جمعية أبناء العرائش بالمهجر، تحياتي لهم على التظاهرة. الفريق ديالنا أو الجمعية ديالنا كتقوم عدة تدريب ومكتفة من التدريب ديالها، وهذا كيرجع بالأساس كما قلنا للدوري اللي غادي ننظموه إن شاء الله في المدينة، وهو حدث كروي بامتياز نشكرهم عليه. كما أشكر الإخوان أعضاء الجمعية بالمهجر اللي كيدعمونا بالمال وكيدعمونا دعمونا معنويا على إنشاء هذا الفريق الحديث، فهو بالنسبة لنا أحدث فريق لحد الساعة اللي غادي يشارك مع فريق اللي تأسست هذه سنوات، وكنتمنوا أنه يظهر بوجه مشرف. وأشكر مجددا إخوان ديال أعضاء الجمعية بالمهجر، تحياتي لهم على الدعم اللي كيساندونا به. تذكر الاسم هذا جنان باشا، قامت بعدة أنشطة بعدة مباريات تدريبية، وكيشرف عليها الإخوان أطور السي رضوان الحداد والسي عمر الجيراري والسي محمد مسيمر اللي كيبذلوا واحد المجهود متواصل وبدون انقطاع، وهذا حتى يظهر الفريق بالوجه المشرف ديالهم ان شاء الله في المونديالتو. نعم كانت عده، ولكن هو فريق بالحق الله هو باقي فريق حديث. اخوان اطور بدون مجهود من شهر 11 لهنا او شهر 12 بالضبط، والفريق لحد الساعه راه بدات كتظهر المعالم ديالو، ونتمنوا اننا نمشيو بعيد ان شاء الله في السنوات المقبله. العرائش انفو الصحيفه الالكترونيه المتبعه للشان الرياضي والشان المحلي في مدينه العرائش، تحيه خاصه وخالصه جدا ابناء العرائش بالمهجر المنتمين والمؤسسين لجمعيه جنان باشا الكبرى، اجيال جنان باشا الكبرى الذي تفرع منها هذا النادي، نادي نهضه جنان باشا لكره القدم. هو نادي حديث التكوين حديث التاسيس، في حقيقه تاسس فقط منذ بروز فكره المونديالتو، الا اننا رغم اعتمادنا على طاقات كبيره واسعة في مدينة العرائش، حيث أننا بدينا مع أكثر من 54 طفل، الآن استطعنا على أننا نخرجوا ب 20 طفل اللي غيشارك إن شاء الله في مونديالتو، كله مؤهل بجميع المواصفات ديالو، لا بالشواهد الطبية ولا بالشواهد الدراسية ولا بالالتزامات. الحمد لله توفقنا باش نعدلوا حتى لي كارت ديالهم، بطاقة اللاعب ديال الخاصة بمونديالتو، بطاقة اللاعب الخاصة بالنادي. على مستوى التدريب كنشكروا مجددا الأطر اللي معايا السي عمر جيراري والسي محمد مسيمر، حتى الاطار عبد الله سلمون اللي بدا معنا هذا المشوار، دون ان ننسى المكتب المسير واخص بالذكر رئيس الجمعيه السي عبد الحميد البريري، والكاتب العام السي محمد الاسا، ورئيس اللجنه الرياضيه الفاعل بامتياز السي عزيز نيابو، كذلك امين المال السي عثمان الكوفي. الناس اللي كنجبروهم معنا صباحا مساء فيما كنحتاجوا شي حاجه، ويحاولوا ما امكن انهم يوفروها لنا. وفروا لنا جوج ديال الملاعب اللي نتدربوا فيهم، ملعب ليكسوس لكرة القدم مستقرة، وكذلك ملعب لايبيكا. هذا الملاعب كنترينو فيهم بالفلوس، وبالتالي الإخوان يبذلوا لنا قصارى جهودهم، خصوصا الجالية اللي كيصيفطوا لنا المساعدات الجمعية من أجل هذا الفريق. استطعنا أننا نشريو بدلة رياضية وبدلة أخرى رياضية ما جا في الطريق. كلنا أمل في الظهور بوجه مشرف رغم حداثة تكوين هذا الفريق، إلا أننا نسعى أن نكون مثالا لنهضة جنان باشا حتى نحيي التراث العريق لجنان باشا الذي تمرس في الرياضة وخصوصا كرة القدم على مر العصور. هي البادرة ديال المونديالتو هي بادرة رائعة جدا، استطاع من خلالها يعني صاحبي هذه المبادرة أن ينقب أو يساعدون على التنقيب على الأجيال الصاعدة، وخصوصا مواليد 2004 2005 وحتى 2006 اللي هما الان غادي يكونوا مستقبلا جينيور ان شاء الله. حتى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اكدت على ان الفروق ديال الهوات غيلعبوا فقط اقل من 23 سنه، الا ثلاثه اللاعبين اللي غيكونوا اكثر من ذلك، وهذا غيكون دافع باش ان الفروق المحليه سوف تقتات من هذه التكوينات اللي غتبرز في المونديالتو. في الحقيقه نشد على ايدي الاخوه ديال المونديالتو بحراره، ونتمنى لهذا المونديالتو الدوام والسيروره، ويكون ان شاء الله في
المشاركه ديالي كانت بدايه ضعيفه، ولكن دابا شويه بفضل المجهودات اللي كيقدموها لنا الاطر ديالنا كنشكرهم بزاف. هادشي كيتعدلوا معنا وكيديروا جميع المحاولات باش حنا نطلعوا للفوق، ونتمنى نديروا شي حاجه فهاد الموندياليتو ونتمنى شي حاجه. نعم، اش كنت منتظر يعني من هذا الدوري هذا بالنسبه لك؟ شنو يمكن يزيدك يعني انت في المسيره ديالك كلاعب يعني في كره القدم؟ يزيدني واحد القوه، نزيد القدام، انني نقدر ندير شي حاجه قدام زعما. نقول الاسم ديالي عبد الغفور بن اللاحة، عضو من فريق الأحجية جنان الباشا الكبرى، ونشجع هادو الطور الذي سهروا في الليالي وعطونا مجهود كثير.